قصص ديزني الحقيقية ونهايته المأساوية، أفلام كانت لها أثر جميل في طفولتنا، ولكن صدمة في أن هذا الأثر مزيف، أحداث أضحكتنا في صغرنا أفضت بالحزن والبؤس لكل من اكتشف حقيقتها، قصص سوداوية لونتها لنا ديزني وأخفت أسرارها عنا. سنكشف لكم اليوم قصة الجميلة والوحش وقصة الغول شريك الحقيقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم دز وهرجة جديدة. طبعا كالعادة اللي مو مشترك في القناة يشترك في جرس التنبيهات، ودينا لايك اكتب لنا تحت كومنت شجعني اكمل. تجان مصقور دز، ترى ما بقي شيء على 2 مليون، يلا شدوا الهمة، خلينا ان شاء الله نرمضن كده واحنا ومعانا 2 مليون، ولا ان شاء الله حتى نشولن، يعني قصدي شوال يعني نعيد واحنا معانا 2 مليون متابع. طبعا مو 2 مليون يا رب، 2 مليون ريال، لا مو ريال، خليه احسن دينار كويتي يا رب، 2 مليون دينار كويتي لي ولكل المتابعين ولكل من يسمع هذا الكلام، لان الدينار الكويتي ب 12 ريال سعودي. اوكي ما دخلكم في تفاصيل مره كثيره، فخلينا نقول بسم الله نبدا الهرجه. واحده من القصص يا جماعه اللي استمتعنا فيها واحنا صغار هي قصه الجميله والوحش. بالامانه انا كنت مره مستمتع مع هذه القصص، كنت يعني انا من الناس، ترى على فكره حتستغربوا شويه، كنت احب اتابع ساندبل، ليدي، الفتى النبيل، الجميله والوحش، سنو وايت، اشياء غريبه. فكيف انت دز ما اعرف، طبعا وانا صغير مذحين طبعا يعني. فاليوم بقول لكم نبدا سريعه عن قصه الجميله والوحش، وبعدها بصدمكم بالقصه الحقيقيه. فدور احداث القصه حسب اللي انتجته ديزني عن امير معروف في القريه بغرور وتكبر وتجبر على الناس، وكان ما يطيق احد ويمشي من هنا. جت في القصر ساحره متخفيه تطلب منه انه يدخلها عنده في البيت تتدفى من الجو البارد، فطالع كذا فيها بكل سخريه يقول لها اطلع برا، انا الامير النبيل ادخل امثالك يا حقيره، اطلع برا اطلع برا بسرعه بسرعه. وقال لها انا مستحيل اني اساعد متشردين. فجاه في ذاك اليوم راح نام، ولما صحي طالع نفسه كذا في المرايه، طبعا هذه عندي مرايه وهذا عندي هنا لابتوب عشان اشوف نفسي، فطبعا ما اشوف نفسي من باب انه نرجسي، لا طبعا، لانه لما اسوي زي كذا يجيني فوكس، شايفين؟ فبالتالي انا اتاكد بس انه الفوكس على وجهي مو على لما اتكلم. الهرجه ما فيها لما صح من النوم شاف نفسه في المرايه اللي هو صار وحش قبيح المظهر، وخدام القصر كله والحشم حقه صاروا ادوات منزليه تتكلم وتتحرك، ادوات منزليه يعني اثاث منزل، يعني كنبه تتحرك، كاسه تتحرك، صحن يتحرك زي كذا. فعرف انه الساحره سوت هذا الشيء عشان تنتقم منه، فظهرت له مره ثانيه وقاعد يترجاها، تكفى الله يخليك، تكفى ايتها الساحره، تكفى اعطيني فرصه عشان اتغير واصير شخص ثاني. فهنا الساحره قالت له ممكن ترجع لطبيعتك عن طريق شيء واحد بس، اعطته ورده حمراء، قالت له هذه الوردة أوراقها راح تتساقط بالتدريج، بس لما يصير عمرك 21 سنة راح تذبل هذه الوردة بالكامل ويثبت عليك السحر وعلى الخدم اللي معاك وعلى الحشم اللي يشتغلوا في القصر، بس إذا طاح في الحب فتأثير هذا السحر بينتهي على طول بيتلاشى. قعد الأمير على حالته، وحش مشوه، الناس صارت تخاف منه، ما حد يحبه، وقرب عيد ميلاده 21 والوردة أوراقها صارت تتساقط، ما بقي منها إلا القليل. هنا أصابه اليأس وحاول أن يتقبل شكله. من الجانب الثاني وبالتحديد في الريف عاشت بنت جميلة جدا اسمها بيل مع أبوها المخترع، وكان أبوها إنسان طموح ومجنون في نفس الوقت، فقرر أنه يخترع اختراع يفيد الفرنسيين وينشهر باختراعاته المجنونة. فلقى فرصة لما سمع خبر أنه في واحدة من المدن اللي حواليه في مسابقة تختص بالاختراعات الغريبة، فتحمس هنا أبو بيل المجنون وقرر أنه يروح لهذه المدينة عشان يعرض اختراعه. انطلق بسرعة بحصان المدينة يفكر بطريق مختصر، كيف أنا أختصر أم الطريق الطويل ده وأروح المدينة بسرعة ومعاه اختراع. وفي الوقت اللي هو يمشي فيه بالحصان تفاجأ كمية كبيرة من الخفافيش قدامه، الحصان هنا انفزع كده وقام يشنع فيه، فطاح الأب على الأرض والحصان هرب وصار في المكان هذا لحاله. فلقى قدامه مجموعة من الذئاب المفترسة جدا وكانت جيعانة، كانت تدور على فريسة أي حاجة، فصار يجري الأب وهو ما يدري وين يروح. لقى قدامه بوابة ضخمة لقلعة غريبة ومظلمة، فما عنده خيار ثاني إلا إنه يدخل هذه القلعة ويحمي نفسه ويتخبى فيها. لما دخل القلعة تجمع عليه الخدم اللي هم متحولين لأواني منزلية، فبدأ يكسر خاطرهم كذا وبدأوا يضيفوه عندهم وين يقولوا له ترى انتبه من أمير القلعة، تراه وحش وماني عارف إيش. ومن حظه السيء لقى الأمير في وجهه وبدأ يتجنن عليه، انت كيف دخلت قصري؟ انت شكلك من اللي يبغوا يشوفوا وجهي ويذموني عند أهل المدينة، انت من الناس السلبيين، انت اللي تبغى تحشني، انت اللي تذب فيها، انت وانت 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 وانت. ما صدق مسك ذا الرجال وبدأ إيش يشرشح فيه، فشال هذا الرجال وحبسه في الزنزانة في القلعة. في الجهة الثانية الحصان رجع لبيت أبو بيل، يعني رجع عند بيل، فشافته بيل
واستغربت انه ابوها مو موجود مع الحصان، فركبت الحصان وفهمها او فهمته انه يرجعها للمكان اللي ساب ابوها فيه. تروح توصل لهذا المكان وتلقى قدام القلعه طاقيه ابوها، فتعرف انه ابوها جوه هذه القلعه، ممكن محبوس في زنزانه، ممكن المهم انه جوه القلعه. فتدخل بالقلعه على طول وتنادي ابوها بس ما حد يرد عليها. يا بابا ماي فادر ماي براذر ماي انكل، ما في احد. فشافوها الخدم اللي هم اواني المطبخ، اخذوها وودوها لمكان ابوها عشان تقابله في السجن، وبدات هنا تحضن وهم مبسوطين وفي لحظات شاعرية جدا وفرحانين بشوفة بعض، إلا ويجي الوحش ويا فرحة ما تمت. يجي يسألها يقول لها أنت إيش دخلك عندي هنا في القصر، وإيش تسوي هنا في الزنزانة، إيش تسوي هنا في السجن، كيف دخلتي إلين هنا؟ فقالت له أنا جاي أبا ساعد أبوي، وهو ترى مريض ما يقدر يتحمل السجن. فرفض الوحش انه هتساعد ابوها. فهنا فاجأته بعرض مغري واستغرب منه في نفس الوقت. قالت له اسمع خليني انا في السجن مكان ابوي، ايش رايك؟ فكرة حلوة، ها يلا دخلنا سجن مكان أبوي، طلع أبوي تكفى، فكرة جيدة فكرة. فقاعد يفكر الوحش، حس إنه هذه فرصته عشان يرجع لطبيعته، فقال لها أوكي هذا عز الطلب، أنت جيتيني من السماء. ففك أبوها وقال له يلا حل، ولا عاد أشوفك تقرب ذا القلعة، انتبه. وحطها مكان أبوها في السجن. هنا الأبصر يتوسل للوحش، تكفى يا الوحش الجميل، ما تكفى بنتي، ما صغيرة الله يخليك، منا منا. لكن ما بلد حيلة طرده، قال له أقول لك لو شفت رقعة وجهك تحوم حول القلعة، بس لو شفت فكرتك حول القلعة راح أذبحك وأذبح بنتك وأي واحد يتشدد لك، يلا فارق عن وجهي. طلع الأب كذا مقهور مغبون، أنا ليش وش سويت عشان ذا الوحش يحبسني وبعدها يحبس بنتي. جاء واحد من الخدم كلم الوحش قال له أسمع يا هالوحش، ترى هذه بنت رقيقة ما راح تتحمل السجن، فكها وخليها تقعد معانا في القلعة في غرفة نظيفة مرتبة. وافق الوحش على طول، وذا الموضوع ما بيفرق معي لأنه في النهاية بنقولها من سجن صغير لسجن أكبر، في النهاية هي في قلعتي. ومع الوقت سبحان ربي حبها، وهي عرفت انه بداخله شخص طيب وانسان اخر خلف هذا القناع، مو هذا القناع، قناعه هو قناع التوحش والغرور يعني. فهي كمان تعلقت فيه وهو تعلق فيها، وصاروا يحبوا بعض سبحان الله، وهو رجع بعدها لشخص طبيعي مرة ثانية. طبعا هذه هي القصة باختصار من ديزني، لكن الصدمة في القصة الحقيقية. القصة الحقيقية يا جماعة الخير حصلت سنة 1537 في منطقة تنريف التابعة لجزر الكناري الإسبانية. بطل قصتنا هذا الوحش جماعة اسمه بيتروس غونسالفوس، اللي عانى من يوم ولادته من مرض وراثي اسمه فرط الشعر، وكان مرض نادر جدا. فكان بيتروس من طفولته بيتنمروا عليه، يحشوه رايحين جايين يطقطقوا عليه. أهل القرية اللي هو فيها كان كلهم يخافوا منه، وكان يشوفوه يقولوا مستحيل هذا إنسان، هذا أكيد مسخ. فاشتكوا أهل القرية وجمعوا كذا شكاويهم كلها وطلعوها للرئيس القرية، قال له ترى هذا المسخ ما نبغى يحتك مع عيالنا ابدا، ولا نبغى يحتك معنا نهائيا، هذا يخوف ذا، وش ذا، ولانه مثير كذا للاشمئزاز، وكان قال لك انه يخوفهم. فاخذوه لحديقه حيوانات وعزلوه عن الاطفال بعد ما صار عمره 10 سنوات. تخيلوا طفل عمره 10 سنوات مريض بمرض وراثي نادر جدا، شالوه وعملوه معامله حيوانات وحطوه في حديقه حيوانات. في الوقت اللي كان كل الاطفال يلعبوا ويستمتعوا بطفولتهم، كان بيتروس مسجون داخل قفص حديدي ويعامل كانه حيوان، يعامل كانه قرد، يعامل كأنه أي حاجة إلا أنه يعاملوه كأنه حيوان. فكانوا يربطوه بالسلاسل ويعطوه جيف الحيوانات والنباتات عشان يأكلها. وكان الأطفال لما يجوا يزوروه أو يعني يجوا الحيوانات يجوا يشوفوا الحيوانات يرموا عليه الحجار وعواد الخشب، وهو كان جوة القفص ومربوط. واستمر على هذا الحال عدت 10 سنوات زيادة، فصار عمره دحين 20 سنة، يعني جلس 10 سنوات في قفص في حديقة حيوانات. فهذه السنوات كانت فترة تتويج الملك الفرنسي هنري الثاني، ومن عادات هذه الدول إنها تقدم هدية كعربون صداقة بين الدول. فكان حاكم إسبانيا يعرف بيتروس، ففكر إنه ممكن لو قدموا كهدية بتحفظ مكانته وبيبهر فيها حاكم فرنسا، إنه قدم له حيوان على شكل إنسان ويمشي زي الإنسان وممكن كمان يتكلم. فهنا حاكم أسبانيا أمر أتباعه يأخذوا بيتروس بأمر ملكي من السيرك عشان يعطوه كهدية لحاكم فرنسا، ووصل عاملين إنهم يهتموا فيه وينظفوه ويزبرقوه ويخلوه على سنقة 10 عشان يبيض وجهه. فعلا صاروا يهتموا فيه وأكلوه أكل محترم وينظفوه وأرسلوا الحراس لفرنسا. فاندهش هنا الملك هنري الثاني لما جاته هذه الهدية، اندهش من هذا المخلوق اللي كله شعر ويشبه الأسد بس في نفس الوقت يتحرك ويمشي زي الإنسان بالضبط. هنا استغربوا الحاشية حق الملك، الملأ حق الملك استغربوا. هنا وصل الخبر لأطباء معروفين جدا في فرنسا، فطمعوا إنهم يسووا دراسات عليه ويشتهروا بهذه الأبحاث ويلمع اسمهم في الطب في هذاك الوقت. فاتفقوا الأطباء سووا كذا
جروب على الواتساب والتليجرام مزح معاكم ما كان فيه دي الاشياء، فسووا كذا جروب انه خلينا نجتمع ونناقش هذا الموضوع ايش رايكم. قالوا اوكي. فلما اجتمعوا منهم اللي قال انه هذا انسان وفي خصائص البشر بس ممكن عنده مرض نادر ولازم نكتشف سر هذا المرض، بعضهم شكك في الموضوع قال لا لا لا, لا, لا. مستحيل يكون هذا انسان، يا عيال ايش بكم، ترى هذا يشبه الحيوانات المفترسه. فقالوا عشان نحسم هذا الجدل خلينا نروح القصر ونشوف بنفسنا ونعاين بنفسنا. وفعلا راحوا القصر طلبوا من الملك انه يشوفوا بطرس ويجروا عليه دراسات. الملك هنري ما رفض ابدا هذا الطلب لانه حتى هو في فضول يعرف ايش هذا الكائن الغريب اللي جاء هديه. بعد شهور من الابحاث والدراسات واخيرا قرروا يظهروا النتيجه النهائيه، وكان الفرنسيين متحمسين يعرفوا النتيجه، والملك هنري مو اقل منهم حماس، كان بيقطع هدوم الفرحه انه خلاص اوكي دحين بنعرف ايش هذا المخلوق. اثبتوا الاطباء الفرنسيين انه هذا الشاب العشريني اللي عاش طفولته كلها على انه حيوان هو في الحقيقه انسان مصاب بتشوه خلقي ومرض نادر جدا. مع ذلك الناس ما صدقت هذا الكلام وزاد التنمر عليه وكانوا يطقطقوا عليه وكانوا اصلا يحشوه ويخافوا منه اكثر واكثر. لين ما فكر الملك وجته في راسه خطه انه يهتم في بطرس ويعامله كانه حيوان خاص فيه عشان يضحكوا ويونسوا بمظهره الغريب هذا بالنسبه لهم طبعا، يعني اوكي قوم يلا هرج خليك مهرج كذا قدامي قوم ضحكني، فكانوا يعاملوا معامله سيئه جدا. فهنا الملك هنري أمر الخدم إنه مهتموا فيه ويلبسوه ملابس النبلاء ويأكلوه أكل محترم ومطبوخ وطازج، يعاملوه معاملة إنسان نبيل. فتم اعتماده رسميا كوسيلة ترفيه لإضحاك الملك هنري. تخيلوا القذارة اللي وصلوا فيها، ويويل ويل اللي زعله ويؤذي. هو صح تنقل من حديقة حيوانات لقصر الملك، بس في النهاية المعاملة واحدة إن كانت في حديقة حيوانات ولا إن كان في ملك. في النهاية إيش تحملني تعاملني كحيوان، إيش الفائدة تلبسني بدلة رسمية وأنت تحسبني كلب مثلا. وقتها الخدم في القصر كانوا يلقبوه بالرجل النبيل المتوحش. شوف الاسم المركب الطويل. بس بعد كم سنة مات الملك هنري الثاني وبدأت زوجته هنا الملكة الإيطالية كاثرين تتولى أمور القصر وتأخذ راحتها على الآخر، لأنها كانت وصية على العرش بعد وفاة زوجها الملك هنري. خليني أقول لكم كده حن نبذة عن هذه كاثرين، نبذة قصيرة كده عنها عشان تعرفوا شخصيتها في القصة وتعرفوا وش لها من صلاح في تحول الأحداث في قصة هذا الوحش. كاثرين هي بنت الأميرة مادلين وتوفى أبوها لحظة ولادتها، فعاشت يتيمة فترة ولادتها، فمن عوايدهم كان يعطوا عيالهم للراهبات يربوهم لين يكبروا. فأم كاثرين بعد ما مات أبوها خلتها عند الراهبات في فلورنسا في مدينة شمال إيطاليا، فربوها إلين ما صار عمرها 14 سنة وزوجوها بولي عهد فرنسا هنري الثاني. بس كان هنري ما يحب كاثرين ابدا ودائما يتعمد المشاكل معاها ودائما كذا يقول له ترى انا اخونك، ايوه على البلاطه انا خاين ايوه. فكان يخونها مع مستشارته في البلاطه الملكي، وهذه المستشاره كان يقدم لها كل انواع الهدايا ويهتم فيها جدا قدام كل الناس حتى قدام كاثرين، والكل كان يعرف بما فيهم كاثرين، بس ما حد قادر يتكلم مع هنري ولا يفتح فمه ببنسي شفا. وايش سوت كاثرين لبطرس بعد وفاة زوجها؟ بس شوفوا حياة كاثرين دحين تعتبر ممكن تكون مظلومة، ممكن تكون يعني تربت في عمار راهبات، بعدين زوجها كان 24 ساعة يخونها، فبالتالي ممكن هي تكون المحرك الأساسي لتغيير قصة بطرس، أو أنها تكون هي سبب في تغيير حاله للأفضل، لأن هي انظلمت فما تبغى تظلم أحد. بس لا، شوفوا ايش سوت كاثرين. كانت حاطة عينها بخبث على بطرس طول فترة حكم زوجها، بس ما تقدر كانت تسوي أي شيء، أنه زوجها كان موصيهم أنه ما حد يزعله أو يقرب منه. فقالت في نفسها دام أنه مصاب بمرض وراثي، أنا ليش ما أزوجه لوحدة من الخدم عندي عشان يجيب أطفال بنفس صفاته وآخذهم. شوفوا كيف الفكرة الجهنمية. وفعلا بدأت كاثرين تدور له على عروسة، لما طاحت عينها على خادمة جديدة عندهم في القصر من عائلة فقيرة مسكينة جت عشان تساعد عائلتها وتشتغل كخادمة. كانت هذه البنت بالرغم من فقرها إلى أنه جمالها كان طاغي جدا ملفتة لكل اللي موجودين في القصر، فطمعت كاثرين أنها تزوجها لبطرس. يعني شكلها هي كانت بتنتقم من جمالها، فصارت تسألها عن أحوالها، فقالت لها تعالي يا البيبي وش أحوالك، كيف أهلك، وهل أنت مرتبطة ولا لا. هنا عشان جت لمربط الفرس، هل مرتبطة ولا لا، مخطوبة، ها من هنا متزوجة مخلفة حاجة. لما قالت لها أنها ما هي مرتبطة ولا أنها متزوجة ولا أنها مخلفة ولا أي حاجة، قالت كاثرين بس أنت عز الطلب يا الخادمة الجميلة. فقالت لها كاثرين أسمعي أنا عندي فكرة، شو رأيك أزوجك بواحد من الخدم المتميزين عندي، وصراحة دورت أني أبغى أزوج هذا المتميز اللي عندي، دورت لمين أزوجه ما لقيتك إلا أنت، فإيش رأيك في الموضوع؟ بدون ما تقول لها من هذا الشخص المميز، البنت المسكينة طارت من الفرحة لأنها أخيرا راح تستقر وتتزوج، ولو كمان بواحد من الخدم المتزوجين بواحد من الخدم المتميزين في البلاط الملكي. فقالت لها كاثرين التجهيزات كلها
علي أنا، أنا بسوي لك الحفلة، حفلة ولا أروع، وتجهيزات وبيت وأثاث وحركات وبركات ومن وإلى، وزبط لك السيارة والدنيا وكل حاجة، ما في سيارات بس أوكي، يعني أشياء العرس كلها علي، أنت بس تعالي بس. الخادمة بسطت، شكرت كاثرين، وكانت تفكر في نفسها ليش ما حد يحب الملكة كاثرين، مع إنها ودودة وتحب تساعد الناس وفيها خير على حسب ما هي تظن يعني. فانتظرت الخادمة الزواج هذا بفارغ الصبر، لدرجة إنها كانت تبغى تشوف من فارس الأحلام هذا، من هذا الخادم المتميز اللي جابت لها يا الملكة كاثرين. بس كاثرين كانت توصل حرس إنهم يراقبوا هذه الخدامة عشان لا تعرف مين العريس وتهرب من القصر قبل موعد الزواج أو الزفاف. الاثنين زي بعض إلين جاء اليوم الموعود. وصلت الخادمة لحفل الزفاف وكانت آية من الجمال. الخدم انذهلوا من جمالها ومن فستانها اللي لابسته ومن كل إكسسوارات انذهلوا منها، والخدم اللي كانوا يعرفوا من هو العريس كانوا متضايقين بس ما هم قادرين يقولوا لها أو يبينوا لها حتى. فجأة ويقولوا لها يلا تعالي يا البيبي أقعد جنب العريس، إلا وتلاقي بيتروس قدامها هو العريس، فتنصدم صدمة عمرها. ايش يفيد الندم دحين؟ ايش يفيد الندم ده؟ كيف تتصرف؟ خلاص صارت زوجته بأمر ملكي، ولو حاولت تهرب من القصر او تسوي اي حاجة يخالف الملكة وأوامر الملكة راح يذبحوها هي وعائلتها كلهم، فما كان عندها خيار ثاني الا تتقبل اللي صار لها. واخيرا عاشت الحسناء مع الوحش في القصر. بس بعد مدة اكتشفت الحسناء شيء مهم جدا، اكتشفت انه بيتروس انسان فعلا وله خصائص البشر، فصارت تقعد معاه تحاول تتكلم معاه، هو بحكم انه عاش وحيد يحسبوا طول هذه الفترة حيوان، فقد الثقة بنفسه وكان انطوائي جدا، إلين بدأت هذه تتعاطف معاه وتحبه، وهو بدوره هنا بدأ يحبها وكذا كذا يعني تنفتح له نفسها، نفسه تنفتح لها نفسه، فصار يعني في ود بينهم. مرت السنين وصار عند بيتروس 7 أطفال، 4 منهم عندهم نفس مشكلة بيتروس و3 أطفال سليمين، وهذا اللي كانت تبغاه كاثرين وهدفها من البداية أساسا. أخذت كاثرين العائلة كلها في جولة لكل دول أوروبا، راحت كي تمشيهم عشان توري الناس إنه أوه كان عندي، شوفوا أنا عندي مخلوقات غريبة، وعشان كمان كانت بتعطي هذه العائلة عائلة بيتروس كعربون صداقة للدول المجاورة تكسب مصالحها، وعشان ما حد ينحيها عن العرش لأنه في هذاك الوقت الحكم كان للأقوى، وثباتك في كرسي الحكم يعتمد على قوة مصالحك عشان تأمن غدر جيرانك، يعني قديش انت قوة مصالحك كبيرة مع الدول فبالتالي انت كده حتأمن كرسيك. لما أرسلت الملكة كاثرين بيتروس وأطفال أوروبا وشافوه وانصدموا من شكله، قالوا مستحيل هذا إنسان، أكيد هذا يا إنه حيوان ولا مسخ. تخيلوا قالوا هذا الكلام بدون أدنى أي اهتمام إنه هو قاعد وسطهم يسمع كلامهم ويفهمهم. صار بيتروس مشهور في أوروبا كلها، فطلبوا دوقية إيطاليا الفارنزي اللي هم أهل الملكة كاثرين بس من بعيد، طلبوا إنهم يحصلوا عليه، فأرسلت لبيتروس وعائلته إنهم يروحوا لإيطاليا عند العائلة الملكية هناك. لما شافوا بيتروس وأطفاله قرروا يعاملوهم كملكية خاصة فيهم، وزع الملك الإيطالي عيال بيتروس كهدايا لعدد من النبلاء. تخيلوا، والهدف من هذا كله عشان يبي يكسب ودهم وتبادل مصالح، يعني هو أخذه لنفسه وراح شال عياله كلهم وزعهم لعدد من النبلاء. يا أخي أنتوا كيف يعني؟ كأنه سبحان الله كده، كأنه بس كوتشفولد وزعوا شرازية وقاموا لما جابوا عيال وزعوهم كده زي ما يصير كده في البسس. إيش في يا أخي؟ والإنسانية يا كفرة يا ملحدين، الله ما ادري ايش كانت ديانتهم اساسا. بعدها عاش بيتروس وزوجته في مدينه كابو دي مونتي الايطاليه، وبحسب سجلات المدينه ماتت زوجته في سنه 1623. عاش بعدها بيتروس وحيد وماله سند نهائيا، زوجته ماتت، اولاده كل واحد راح في بلد مختلف، لين ما جاء اليوم ومات بيتروس وهو وحيد. المستفز في الموضوع اكثر يا جماعه انه لما مات ما حددوا تاريخ واضح لوفاه بيتروس، والسبب بكل بساطه لانهم ما اعتبروا اصلا انه من الجنس البشري في هذاك الوقت. وبكذا انتهت القصه الحقيقيه الحزينه اللي نقلتها المؤلفه الفرنسيه جابرييل سوزان، وصورت نهايه الجميله والوحش على انها نهايه سعيده وعاشوا حياه كانت مصدر الهام الكثيرين. هذا طبعا اللي كان في ديزني، بس للاسف في الواقع كانت هذه النهايه الماساويه للجميله والوحش، بحيث انه هذا الوحش بيتروس تعامل من طفولته لين كبر على انه حيوان، وتشردوا اولاده كل بلد ولكل عائله نبيله، وماتت زوجته الوحيده اللي تقبلته، حتى بعد ما مات عاملوه بدون ما يرفل لهم أي جفن، ولا حتى شافوه أنه هو إنسان طبيعي حامل لمرض وراثي، لدرجة أنه ما سجلوه من ضمن سجلات الوفيات، يعني حتى لما مات يلا كلب راح، ما عملوه معاملة إنسان نهائيا. يمكن الكلب أيامه كانوا يعاملوه بمعاملة أرقى من هذه المعاملة. واللي يغبن أكثر أنه هذه الدول اللي تاريخها سوداوي ومليان بالظلم والاضطهاد والعنصرية هي نفسهم اللي يكذبوا علينا اليوم بحقوق الإنسان، وتلقى البعض منهم يسبك ويشتمك لأنك مسلم.
ويذكرك بالأفعال الإرهابية ويربطها بالإسلام، وهم ما حد يحاسبهم مع أنه تاريخهم يشهد لهم بالعنصرية وبالقبح بمعاملة الإنسان على أنه ليس إنسان. أصدمكم زيادة، أقول لكم قصة ثانية لواحد اسمه شريك. قصة شريك الحقيقية ما تختلف عن قصة الجميلة والوحش. في روسيا وبالتحديد في سنة 1903 ولد طفل جميل جدا اسمه موريس، وكان كل اللي يشوفه يلقبه بالملاك الصغير. فعاش طفولته في روسيا وحياته طبيعية جدا إلين في عام 1917 حصلت ثورة في روسيا ومشاكل، فطلع موريس وعائلته لبلدهم الأصلي فرنسا، وكانت أمه معلمة وأبوه مهندس سكك حديدية. وفي سنة 1920 صار عمر موريس 17 سنة، وبدأ هنا مع البلوغ يلاحظ تورم في رجوله. بعد الشر عني وعنكم وعن جميع المسلمين وعن جميع اللي يسمعني، فصار في تورم في رجوله وصار تورم في يدينه وراسه. لما راح المستشفى انصدم انه عنده مرض نادر جدا وما له علاج في هذاك الوقت، كان اسمه مرض تضخم الاطراف. هذا المرض يسبب ضخامه في العظام، فكان كل ما يشوف نفسه في المرايه يلاحظ ضخامه انفه، انفه بدا يكبر، لسانه يكبر، اطرافه كلها كبرت، وحتى ظهره صار محدب وجلده صار سميك. فكان موريس شاب طموح جدا، عنده شغف انه يصير محامي لما يكبر، بس مع المرض والتنمر اللي قاعد يشوفه مع الناس حس انه هذه الوظيفه ما تناسبه ابدا، لانه راح يحتك بالناس في هذه الوظيفه اكثر وما تناسبه، وممكن يسمع كلام اقسى من اللي قاعد يسمعه اليوم. فتخلى عن حلمه وقال خلاص انا ما عاد ابغى اصير محامي ولا ابغى احتك بالناس اساسا. فصار يفكر، طب انا ليش اضيع نفسي عشان كلام الناس؟ يا ابوي اطز في الناس، انا رجل طبيعي واستحق ان تكون حياتي زي حياه اي انسان طبيعي، ماني اقل منهم بشيء. فقرر هنا انه يتحدى مرضه ويحقق شيء يذكر الناس فيه. فهاجر لامريكا في عام 1937، فشافوا واحد من مدربين المصارعه، شافوا كذا مضخم وعضلات ومسوي باي وتراي والدنيا يوكن الله وكيلك، أعجبته ضخامته، لاحظ أنه جسمه مناسب تماماً أنه يدخل مجال المصارعة، فبدأ يتعرف على موريس وبدأ يدربه. آه تعال إيش رأيك تتدرب وصير مصارع وأنت جسمك مناسب. فعلاً دخل موريس عالم المصارعة الحرة وحصل على بطولة رابطة المصارعة الأمريكية، وكان يلقبوه بذا يوغر يعني الغول، بس ما كان راضي بهذا اللقب نهائياً. قال لهم أنا ما تلقبوني بهذا اللقب، لقبوني باللقب الملاكم الفرنسي. مات موريس في عام 1954 بسبب أمراض قلبية، واندفن في مقبرة العدل في ليتوانيا. وهذه القصة الحقيقية للغول والملاك شريك. في النهاية ترى انتبهوا يا جماعة الخير، إلا التنمر لا تتنمروا على أحد. ترى يعني مثلا دي حيحنا في عالم السوشيال ميديا يكثر التنمر، ليش؟ لأنه هو ورا جوال يذب كلام ما يلقي له بال. الرسول عليه الصلاة والسلام إيش يقول فيما معنى الحديث؟ ما يكب الناس في جهنم إلا حصادوا ألسنتهم. هذا في معنى الحديث، ماني عارف الحديث بالنص، فهذا أطبق عليه، ذا أمسكه. من يضمن لي ما بين فرجيه ولحييه أضمن له الجنة. هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فيا جماعة الخير، عندك كلام يا إنه تجي تنتقد انتقاد ينفعني وينفعك، أحسن مما تنتقد انتقاد ما هو بناء. إيش تستفيد أنت لما تسب فلان وتسب علان وتسوي ما يعرف وتتنمر على هذا وتحش هذا وتطقطق على هذا؟ طيب وبعدين إيش استفدت أنت؟ حتلاقي نفسك في يوم من الأيام ظهرك صار محدب من كثر السيئات اللي أنت قدرت تجمعها من الطقطق على الناس أو من التنمر. ممكن ترى كلمة منك أنت يا متنمر، طبعا ما أتكلم معاكم أنا أوجه رسالة متنمرين، ممكن ترى كلمة منك تؤدي بشخص للانتحار، يعني تنهي حياة شخص، بس أنت ما جات على بالك نهائيا. أنت كتبت هذه الكلمة، رحت تتعشى، رحت تتمشى، رحت تسوي كل حاجة، وهذا مسكين اللي تمرت عليه قري كلامك انغبن فراح انتحر مثلا. انت انهيت حياة انسان بكلمة ما القيت لها بال، لكن ترك شايل ذنبه لانك انت كنت السبب في انك تحسس بهذا الاحساس وبهذا الضيم. فرسالتي الى كل اعزائي واحبابي وكلكم، والله العظيم اني احبكم قسم بربي، وترى النصيحة اللي اقول لكم اياها اقسم بالله اني اقولها لنفسي قبلكم، لا للتنمر يا جماعة، لا تتنمر على أحد، بالعكس خليك طيب، خليك إنسان لسانك الحلو يسبقك. كلام الناس لما تأشر عليك بالبنان تقول هذا الشخص اللي من جد كلامه زي العسل، هذا الشخص اللي لما ينتقد ينتقد ببناء، يعني ينتقدك صح، يحسن من مستواك، يحسن من أخلاقك، يحسن من تصرفاتك، لكن مو إنه ينتقدك عشان يدمرك، عشان يهلكك، عشان نقطة نقص هو حاس فيها ترى المتنمر. فإيش يسوي؟ يقوم يقولها لك. فما طول عليكم، في النهاية أبغى أراكم تكتبوا لي هي تحت بإذن تعالى. نبي ندخل قريب 2 مليون، تكفى شدوا الهمة. وكذا انتهى من رجلتنا، لا تنسوا اللايك والاشتراك وفعل جرس التنبيهات، وأهم شيء صلي على الحبيب قلبك الطيب. فمن الله.